نبتدي أخبارنا بخبر مهم جدا، وهو أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتولي السيد اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد. طبعا السيد اللواء محسن عبد النبي تخرج من الكلية الحربية عام 1978 دفعة 71 حربية، حيث تولى جميع الوظائف القيادية في سلاحه حتى تم تعيينه في منصب نائب مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة منذ يناير 2012، ثم مديرا للشؤون المعنوية منذ يناير 2014، حيث تم تعيينه اليوم مديرا لمكتب رئيس الجمهورية. طبعا حصل على أنواط كثيرة، منها نوت 25 أبريل عام 1982، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2000، ونوت الخدمة الممتازة عام 2009، ونوت التدريب من الطبقة الأولى 2009، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية عام 2010، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو، وأيضا ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 1973، وميدالية 25 يناير 2012، ونوط الواجب العسكري للطبقة الثانية 2012، ونوط أيضا الواجب العسكري 2012، وميدالية 30 يونيو. طبعا بنبارك للسيد اللواء محسن عبد النبي بهذا المنصب الرفيع، وربنا إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في هذا المنصب الرفيع في خدمة الوطن دائما في كل المناصب.